السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار، ومعكم صهيب حركان والمستهل بالعناوين الرئيسة. نشكر الجزائر الحمد لله كي سمعت لنا وجات هزتنا، هذه هي. نشكر بزاف السفارة الجزائرية في رومانيا. تثمين لجهود الدولة في التكفل بعملية الإجلاء في أول رحلة خاصة للجوية الجزائرية ومن بوخارست، وتأكيد على تجنّد السفارات والقنصليات الجزائرية المحاذية لأوكرانيا لمواصلة عملية الإجلاء. تعزيز جهود ترقية المرفق العام وتحسين خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق الحدودية بسوق هراس. ومن حس مسعود تحدي إنجاح التحول الرقمي في الإدارة العمومية رهان للنوعية والفعالية. دوليا، ارتفاع عدد النازحين من أوكرانيا بعد أسبوع من بدء العملية العسكرية الدفاعية الروسية، واجتماع طارئ اليوم لوزراء خارجية الناتو. بداية وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الخاصة بإجراءات التكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا، وصلت مساء أمس رحلة الإجلاء الخاصة للخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست، وعلى متنها 76 رعية. المتابعة لحمزة أحمد بالقسام. الجزائر لن تتخلى عن أي من أبنائها أينما كانوا ومهما كانت الظروف. 76 رعية جزائري تم إجلاؤهم من أوكرانيا عبر مطار بوخارست برومانيا في رحلة إجلاء خاصة للخطوط الجوية الجزائرية. عملية الإجلاء تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. ونشكر الجزائر الحمد لله كي سمعت لنا وجات هزتنا، هذه هي. ورئيس الجمهورية تبون اللي هو الحق ليه صوتنا واجلانا، الحمد لله. عيطت ديرك للسفارة، صونيت للسفارة قلت لهم انا راني اذن الحق تاني جزائري. رحت للسفارة داروا لي شومبر في الاوتيل، ماكل شارب الحمد لله. عشنا حوايج صعب بزاف اون اوكرين، مي الحمد لله ربي كان معنا. بيان سور نشكر رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، ونشكر القنصليه اللي موجوده في رومانيا، نشكرها كثير، ونشكر كل الطاقم الموجود في القنصليه، وربي يخليهم ان شاء الله. جو سوي تري فيير دتر الجيريان اونكور اون فوا. والله يكثر خير وربي يجازيهم ان شاء الله ويعطيهم الصحة ثاني المسؤولين هنايا صافي يرون بليزير. قبلونا في الايروبور، عقبونا، ما تعبناش مرة كي جاونا السفارة. نحب نشكرهم بزاف، والرئيس الجمهورية ثاني نوجه له التحية ونشكره بزاف لأنه ما خلاش الجالية الجزائرية في أوكرانيا. إن شاء الله يا رب يديم الأمن والأمان على الجزائر وعلى كل العالم. كل التدابير تم اتخاذها لمرافقة عملية الإجلاء على مستوى مطار هواري بومديان الدولي من خلال توفير التحاليل الطبية ضد كوفيد-19 وتخصيص أطباء ومختصين نفسانيين. الحمد لله قاموا بنا قبل من جو دارونا PCR، لقينا الحافلة تستقبل بنا من برا، حتى في الايروبور كل شيء عقبهن جو كان بحضوره، ما تعبناش مرة والحمد لله. نحب نشكر رئيس الجمهورية وإن شاء الله ربي يجازيهم، والحمد لله كي وصلنا بخير. نشكر بزاف السفارة الجزائرية في رومانيا، الله كتر خيرهم وعاونوني بزاف. نشكرهم اللي قاموا به، زعما هربونا من كارثة كانت راح تحل بينا، نشكرهم ونقدر اللي قاموا به. والإجراء تاع الطائرة يعني ما عطلوناش، يعني في نهارو جابوا لنا غد مذاك جابوا لنا طيارة كلش الحمد لله. احنا السفارات تاعنا راهي تشتغل على الحدود لتسهيل العبور الى رومانيا ولا المجر وبولندا، خصوصا اساسا يعني معظمهم يتوجهوا لرومانيا، ولكن اي واحد اللي يقدر يفوت على الحدود على كل حال
نشجعوه باش يخرج يمر على الحدود، والسفارات راهي دائما مجندة. الجزائر ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية اتخذت كل الإجراءات اللازمة على مستوى القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في الدول المحاذية لأوكرانيا، وذلك بالتواصل مع رعايانا الجزائريين وتمكينهم من العودة إلى أحضان الوطن. نقولوا الحمد ربي احنا هربنا بالروح، ما عندنا نحوس على والو، نقرأ يعني غيان جيتو، مهم الروح برك نوصلوا هنا ونوصلوا للجزائر، يعني مهم نوصلوا لبلادنا بين حبابنا وكلش، والحمد لله. عودة ميمونة لكل الرعايا الجزائريين. ضمن مساعي ترقية المرفق العام وتعزيز جودة الخدمات وتطوير البنى التحتية في الاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق الحدودية وصعبة المسلك، استفادت ولاية سوق هراس من 6 مكاتب بلدية جديدة بالإضافة إلى الربط بشبكة الإنترنت. الروبورتاج لعمر طبال. مقر جديد لمديرية بريد الجزائر وستة مكاتب بلدية تتوزع بين الأحياء السكنية الجديدة والمناطق الحدودية والضل بولاية سوق هراس دخلت حيز الخدمة. هذه الهياكل من شأنها تحسين ظروف عمال القطاع وتقديم خدمات أفضل للزبائن. داروا لنا بوسطة جديدة قربوا، هنا كانت بعيدة شوية علينا، اليوم راهو الحمد لله قربونا إن شاء الله، هذه بادرة إن شاء الله بها هي. وما داموا حالينا بوسطة هنا والله كيف نعمة مع عند ربي، والله كيف خلاص. ما شقوش البلاد، روح للبلاد وكوفر ويجي هنا قدامك، أنا سكن هنا أنا نخلص من هنا. خدمات باهية. باهية كلش باهية. مليحة علينا ياسر. مليحة علينا كامل المواطنين كامل تاع سوق هراس. أما في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية فقد تم ربط حي 1500 مسكن عدل بالشبكة الهاتفية بتقنية الألياف البصرية، ووضع حيز الخدمة محطة التغطية الجيل الرابع لاتصالات الجزائر بمنطقة الظل القارية، كما تم تدشين الوكالة التجارية الجوارية لموبيليس بصدراته. خطة عمل الحكومة فيها محورين هامين ليخصوا قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المحور الأول هو كيف ممكن نرتقي بالمرفق العام ونحسن جودة الخدمة اللي نقدمها مؤسسة بريد الجزائر لعدة خدمات أساسية للمواطنين. محور ثاني مهم بالنسبة للقطاع اللي هو تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، سواء في خدمة الهاتف أو خدمة الانترنت. خدمة الانترنت اللي أصبحت الآن كذلك هي أساسية بالنسبة لكل مواطنينا، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. هذا وتسعى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى تحسين الخدمات في مجال البريد والهاتف والإنترنت عبر كافة التراب الوطني. والتحول الرقمي في الإدارة العمومية رهان رفعه الفاعلون بحاسم مسعود لاختزال الوقت والجهد واقتصاد الورق وترقية نوعية الخدمات. حمزة ملوح. من أجل الإسراع في التحول الرقمي في الإدارة العمومية الذي أضحى ضرورة حتمية لتحسين جودة خدماتها، وجب وضع نظام رقمي حديث واسع الانتشار بكل ما يتطلبه من وسائل مادية وبشرية مؤهلة. اليوم الجزائر تستورد 1.2 مليون طن من الورق بقيمة 400 مليون أورو، فاتورة مرتفعة جدا، وهذا بسبب استعمال الورق في كل الإدارات. وجود المؤسسة نفسها في البلاتفورم ديجيتال هو أول طريق نحو هذا التحول الرقمي، واستعمال كذلك تقنيات سكو نوزابلون لي تي سي لي تكنيك دانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون، ويسمح كذلك للمؤسسة الجزائرية أن تتعامل مع مختلف المؤسسات الأجنبية، وكذلك أن نرتقي إلى مصاف الـ يعني لا كاليتي كواليتي الجودة في مجال التسيير وكذلك في مجال الإنتاج. وبهدف تدعيم وتوسيع مكانة تكنولوجيا الإعلام والاتصال نظمت شركة برو أرشيف المختصة في معالجة الأرشيف والوثائق والرقمنة الملتقى الوطني الأول حول رقمنة الوثائق الإدارية والتقنية برعاية وزارة الرقمنة والإحصائيات. الهدف الرئيسي من تنظيم هذا الملتقى هو تقريب المؤسسات الوطنية والخاصة من الناشطين في هذا المجال وتحسيسهم خاصة بأهمية هذا التحول الرقمي. رقمنة الوثائق، رقمنة الإجراءات الإدارية من أجل إنجاح عملية
التحول الرقمي في الإدارة، خاصة بما يخص تحسين خدمات العمومية. الملتقى حضره أيضا ممثلون عن المؤسسات العمومية والخاصة للتعرف عن المزايا ومراحل التحول الرقمي وللتخلص من الشكل التقليدي وبلوغ مرحلة صفر ورقة. قام اليوم المشاركون في أشغال الاجتماعي الدورية المشتركة للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال وشبكات التبادل للهيئات العربية لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة بالجزائر، قاموا بزيارة إلى المبنى الجديد للمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج. هذا المركز اللي نعتبر أحد أعمدة اتحاد الإذاعات العربية، وسعدنا أكثر هذه المرة بزيارة المقر الجديد لهذا المركز. هذا المقر اللي زرناه اليوم مقر متميز يعطي إمكانيات كبيرة للعمل ويسمح للاتحاد بأنه يوفر خدمة متميزة لكل أعضاء اتحاد الإذاعات العربية. أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني من الأغواط أكد تعزيز مبدأ الحرية وفي ممارسة النشاط الجمعوية في إطار احترام القوانين والثوابت الوطنية. هذا هو المبدأ الأساسي الذي تنشط وتعمل من خلاله الجمعيات، فالمرصد جاء ليعزز هذه القيمة وهذا المبدأ، مبدأ الحرية في النشاط في الجمعوي والحرية في إنشاء الجمعيات وحرية الرأي والتعبير يعني في إطار القوانين وفي إطار احترام الثوابت والمبادئ الوطنية. وبالتالي المرصد الوطني يعتبر هيئة للجمعيات، هيئة تنقل انشغالاتها وهيئة ترافق الجمعيات في عملها بالشكل اللي يعزز من دورها ومكانتها في الساحة الوطنية. تتواصل عبر الوطن الحملة التأسيسية لفائدة أصحاب المركبات بهدف حث المواطنين على اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2022 على مستوى قبضات الضرائب ومراكز البريد. المتابعة لفتح أبو عرب. كاينة حملة تأسيسية ممتدة من 1 مارس حتى لو 31، انت مازال ما شريتهاش، دوكا لازم في هذه المدة لازم تشريها قبل ما تفوت لو ديلي تاعها. عمل ميداني يقوم به أعوان الأمن لتذكير وتحسيس أصحاب المركبات بضرورة التوجه إلى مراكز البريد وقباضات الضرائب لاقتناء قسيمة السيارات الجديدة في الأجال القانونية. كاين اللي يسمع بها، كاين اللي مازال ما سمعش بها، ولكن احنا نشريوها ان شاء الله ساهل الحال. انا حنشريها ان شاء الله هاد اليامات ونعلقوها. تم بتاريخ اليوم على مستوى الحاجز الامني لدى مقاطعتنا بعمليه تحسيسيه توعيه لاصحاب المركبات بضروره اقتناء ضريبه قسيمه ضرائب السيارات. تقربنا من بعض مراكز البريد بالعاصمة، العملية منظمة من طرف موظفي بريد الجزائر والقسيمات متوفرة للبيع. البريد راه موجدة، ما كاش الاكتظاظ، باسكو دارولنا كيجي سبيسيال غير تاع البنيات. أنا كل عام نشريها وراهم هنا متوفرين، الوقت اللي تجي تلقاهم كاينين. لم يطرأ أي تغيير في تسعيرة القسيمة لعام 2022، فهي نفس التسعيرة لسنة 2021. هذا وستتواصل العملية على مستوى جميع مراكز البريد وقباضات الضرائب عبر التراب الوطني إلى غاية 31 مارس الجاري. في قطاع الفلاحة، غرس أشجار الأرجان بمستغانم تجربة رائدة فتحت مجال الاستثمار في إنتاج بذور وشتلات هذا النوع من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية الهامة. الروبورتاج لخضر شيكر. أعطت التجارب الأولية لزراعة شجرة الأرجان بمستغانم نتائج مشجعة لإمكانية إنبات هذه الفصيلة من الأشجار النادرة ذات الفوائد الاقتصادية الكبيرة. بدايتنا مع شجرة الأرجان كانت في أواخر التسعينات، دينا غرس تجريبي عبر 5 مواقع،
رانا نحاولوا نشكلوا أشجار حاملة البذور اللي من خلالها من بعد نقوموا بإنتاج الشتلات. هنا في الموقع تاع ستيديا كاين حوالي 210 ورانا في كل سنة نحاولوا نوسعوا. الهدف تاعنا هو نشكلوا ان بوبلمون بورتوغران. في هذه المشتلة التابعة لمحافظة الغابات يتم إعداد البذور وإنتاج الشتلات وإكثارها طبيعيا بهدف تكثيف زراعة هذه الشجرة المعمرة. بالأخص في السنوات الأخيرة رانا مهتمين بشتلات شجرة الأرغان. وهذه شجرة الأرغان هذه البذور نجيبوها من محطات مختلفة بالأخص محطة ستيديا ومحطة برحال. وهذه من شجيرات من أشجار حاملة البذور. نقوم بوضعها في أكياس خاصة كما كم تشاهدوا في هذه الأكياس على بعد على مسافة 5 سنتيم. نتركها لمدة معينة حتى تقوم بعملية الإنتاج. وبعد هذا ما نحولوش هذه الشتلات مباشرة إلى أماكن الغرس. نحتفظ بها لمدة سنتين على مستوى المشتلة حتى تتأقلم مع الظروف. وتطمح مستغانم إلى تنمية الأرغانيا وتوسيع مساحة غرسها لقيمتها الكبيرة وكونها من الأشجار المقاومة للجفاف وعوامل التصحر. في أحوال الطقس أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط أمطار غزيرة على عدة ولايات من البلاد ابتداء من ظاهرة اليوم. الأمطار تكون أحيانا على شكل زخات رعدية، وحسب النشرية التي صنفت في درجة اليقظة البرتقالية فإن هذه الأمطار ستمتد ما بين الساعة 3 زوالا من اليوم إلى غاية منتصف نهار اليوم نهار غدا السبت، وتخص عددا من ولايات وسط وشرق البلاد. وحسب النشرية دائما ستشهد ولايات قسنطينة، ميلا، سطيف، المسيلة، باتنا، أم البواقي، خنشلة وتبسة تساقطا غزيرا للأمطار اليوم بدءا من الساعة 6 مساء إلى غاية الساعة 9 صباحا من يوم غد، وستكون مصحوبة برياح على شكل عواصف. أطاحت مصالح الأمن الوطني برئيس حميد بالمقاطعة الإدارية لباب الواد بالعاصمة بجماعة إجرامية منظمة تتكون من 3 أشخاص مسبوقين قضائيا ينحدرون من العاصمة عن قضية المتاجرة والترويج قصد إعادة البيع والتخزين للمخدرات الصلبة مع المؤثرات العقلية وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي. التنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا مكنت عناصر المصلحة المحققة من حجز ومصادرة 351 قرص مخدر صلب من مختلف الأنواع والأشكال، و 61.05 غرام كوكايين، 6 أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأنواع، ميزان إلكتروني، دراجة نارية تستعمل كوسيلة لنقل السموم، 2 مشعل ناري يستعمل لتذويب المخدرات الصلبة، 5 هواتف نقالة، 202 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة. بعد استكمال الإجراءات الجزائية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. دوليا وفي ليبيا، كشفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا عن إرسال خطاب لمجلسي النواب والدولة في إطار المشاورات حول وضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات، داعية إلى تجنب التصعيد. وفي تطورات الوضع بأوكرانيا، اشتعلت وحدة بمحطة زابورجيا النووية شرق البلاد، والتي تعد أكبر محطة نووية في أوروبا بعد انتقال المعارك إلى جوارها. يأتي هذا في ظل عدم توصل المفاوضات بين طرفي النزاع إلى نتائج ملموسة، واكتفى الطرفان بمراعاة الجانب الإنساني للاجئين. التفاصيل في سياق تقرير نصر بادر. مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، تعرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم محطة زابوروجيا للطاقة النووية لاشتعال إحدى وحداتها، والتي تعد أكبر محطة في أوروبا وواحدة من أكبر المنشآت النووية في العالم، ولم يخلف الحريق ضحايا أو أضرار. من جهته، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتشديد فوري للعقوبات ضد موسكو. هذا ويعقد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي اجتماعا طارئا على خلفية الانفجار الذي طال المحطة النووية.
يأتي هذا غدا عدم توصل المفاوضات بين موسكو وكييف أمس إلى نتائج ملموسة، فيما اتفق الطرفان على نقاط بشأن الجانب الإنساني، تقضي إقامة ممرات إنسانية مشتركة بين المدنيين والسماح لهم بمغادرة المناطق التي تشهد تصعيدا أمنيا، خطوة قد تزيد من مخاوف أوروبا التي تخشى تدفقا بشريا قد يصل إلى 10 ملايين لاجئ، حيث أحصت الأمم المتحدة ما يفوق 1 مليون نازح من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الدفاعية الروسية. هذا وشهدت أسعار القمح ارتفاعا غير مسبوق نتيجة الخطر المفروض على روسيا أكبر مورد للقمح في العالم، فيما عرفت بورصات العالم انخفاضا شديدا في مؤشراتها. تقرير صالح قاسي والتفاصيل. انهيار آخر تشهده البورصات العالمية اليوم على خلفية تواصل العملية العسكرية الدفاعية الروسية في أوكرانيا، زاد من مخاوف الدول الغربية الحريق الذي تعرضت له محطة زاباروجيا أكبر محطة نووية أوروبية. أسعار القمح هي الأخرى سجلت ارتفاعا صاروخيا لم تعرفه منذ 14 سنة، حيث قفزت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها بنسبة 37%، فيما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 21%، وسط مخاوف من تداعيات استمرار النزاع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا على أسعار المواد الغذائية، خاصة في ظل موجة التضخم العالمية التي أفرزتها جائحة كورونا. ليتوقع البنك المركزي المكسيكي أن يرتفع معدل التضخم في المكسيك، مما يزيد من تفاقم حدة التضخم الذي بلغ مستويات قياسية منذ نهاية العام الماضي، ما يضع الاقتصاد المكسيكي على المحك. فيما تشهد أسعار النفط ارتفاعا خفيفا مقارنة بالرقم القياسي الذي حققته أمس متجاوزا 120 دولارا للبرميل. ونختم بجمالية العمران وعراقة المكان بصور فوتوغرافية نستحضرها مع سفيان مقنين من لؤلؤة الغرب الجزائري تلمسان. المساجد وصوامعها معالم ملهمة للفنانين التشكيليين وخاصة للمصورين الفوتوغرافيين. في دار الثقافة بتلمسان ينظم معرض لصور المساجد عبر المدن الجزائرية، شارك فيه مصورون من مختلف الولايات ولكل منهم زاوية تصويره الخاصة. المساجد على العموم كل شيء فيها يجلب المصور، فيها المحراب، فيها الثريا، فيها الصومعة، فيها المدخل نتاعو والصورة العامة كاع نتاعو. بصفتي مصور لازم نجسد هذو المساجد ونخليهم حيين في الصور تاعي. حوالي 112 مسجد تبنوا في القصبة، ما قعدوش بزاف، قعدوا واحد 7 ولا 8، ماذا بينا نحافظوا عليهم. صالون الصورة الفوتوغرافية شهد إقبالا من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، حيث كانت الفرصة مواتية لاكتشاف التنوع التاريخي والثقافي الكبير الذي تعبر عنه الأنماط المعمارية للمساجد الجزائرية. وشي ماشي سهل باش تجيبوا كم هاد لي فوتو اترافير تو لو باي تاع الجزائر، واللي ما عندوش تراث ما عندوش مستقبل. وعجبوني بزاف لي فوتو، واكتشفت بلي عندنا جوا مشابين في بلادنا، الغرب الشرق الجنوب. الهدف من هذا الصالون هو جمع هذا الموروث الثقافي حتى يبقى راسخا في التاريخ وفي الذاكرة من خلال الصورة الفوتوغرافية، كذلك التعرف على جل المساجد الأثرية والتراثية بالجزائر. وعلى هامش المعرض نظمت ورشة للمصورين بغرض تبادل خبراتهم في الميدان الفوتوغرافي، في انتظار تنظيم طبعة ثالثة من هذا الصالون ستكون أكبر وأكثر تنوعا. وبالشواهد التاريخية لتلمسان نختم هذه النشرة، لكن قبل أن نفترق إليكم أبرز العناوين. كاي سمعت لنا وجت هزتنا، هذه هي. نشكر بزاف السفارة الجزائرية في رومانيا.
تثمين لجهود الدولة في التكفل بعملية الإجلاء في أول رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية من بوخارست، وتأكيد على تجند السفارات والقنصليات الجزائرية المحاذية لأوكرانيا لمواصلة عملية الإجلاء. تعزيز جهود ترقية المرفق العام وتحسين خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق الحدودية بسوق هراس. ومن حاس مسعود تحدي إنجاح التحول الرقمي في الإدارة العمومية، رهان للنوعية والفعالية. وكما تابعنا دوليا ارتفاع عدد النازحين من أوكرانيا بعد أسبوع من بدء العملية العسكرية الدفاعية الروسية، واجتماع طارئ اليوم لوزراء خارجية الناتو. مشاهدينا شكرا على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.